أهلا بكم من جديد. فيما يخص التصعيد العسكري للاحتلال ضد لبنان خلال اليومين الماضيين وعمليات التدمير الهائلة التي طالت كافة القطاعات اللبنانية في مختلف المناطق، ينضم إلينا عبر سكايب من بيروت الخبير في الأمن القومي ودراسات الحرب والاستراتيجية العميد الركن المتقاعد يعرب صخر. أهلا بك سيد يعرب، كيف تقرأ المعركة بين الاحتلال وحزب الله في ثالث أيامها؟ مساء الخير، حياكم الله. أردن نشامة، لي الشرف أن أكون معكم في إطلالة الأولى. ما جرى أو ما قد جرى بقبله وما قد مهد له وما يحدث الآن كله سلسلة متصلة ببعضها، تفاقمت أمورها وتصاعدت عندما أعلنت إسرائيل بعد أن تفرغت من غزة تقريبا وتركت الشق الأخير الذي يتمثل بالمخرجات التسعوية، تركته للأمريكي ووجهت وجهها نحو لبنان ونقلت مركز الثقل من الجنوب إلى الشمال وأرست استراتيجية يعني أو هدف وطني سياسة عامة كبرى بشقين. الشق الأول إعادة المستوطنين أو سكان الشمال إلى الشمال الإسرائيلي مرفقة ومتوازية مع استراتيجية أخرى تقول بتقليص قدرات حزب الله مهما تطل. وعلى هذا الأساس أعلن المسؤولون الإسرائيليون عسكريون وسياسيون أنهم في سبيل ذلك وفي سبيل تحقيق هذه الأهداف سيبذلون كل مستطاعهم ومهما تطلب الأمر. على هذا الأساس بدأ يتبدأ ويتضح لنا سير الأمور في على الجبهة الشمالية وبالذات الجبهة اللبنانية، وهنا نفرق بين لبنان الرسمي ولبنان غير الرسمي يعني حزب الله. يعني والخبث الإسرائيلي والكيد الإسرائيلي هي تظهر أمام العالم أنها تحارب لبنان غير الرسمي حزب الله لأنه يمثل يعني نون ستيت اكتر لبنان غير الرسمي ويخاطب العالم يعني ويقول هذه المنظمة قد صنفتموها أنتم نصف العالم 69 دولة حتى الآن منظمة إرهابية بجناحيها العسكري والسياسي. يعني الخبث الإسرائيلي يقول أنا أحارب منظمة إرهابية أنتم تطلبون رأسها وأنا لا أحارب لبنان الرسمي، لكن في طريقه لتحقيق ذلك هو يدمر لبنان الرسمي نعم. وغير الرسمي، وتفلتت إسرائيل من كل قيودها وكسرت كل الخطوط الحمر وماضية في غيها وماضية في عملياتها حتى الآن. نعم يعني سيدي يحارب لبنان غير الرسمي لكنه يقصف المؤسسات الرسمية كما هو واضح أمام أعين العالم، هذا من ناحية. من ناحية أخرى قلت أنه تم نقل ثقل العمليات من جنوب الأراضي المحتلة إلى شمالها وفتح الجبهة وتوسيع الصراع مع حزب الله. برأيك هل يستطيع الاحتلال أن يدخل بريا إلى لبنان في ظل جبهة ما زالت مفتوحة في الجنوب وهي في غزة، وأيضا جبهة ثانية في الضفة الغربية، اعتقالات واقتحامات واشتباكات يومية؟ هل الاحتلال الإسرائيلي قادر على فتح جبهة ثالثة برية؟ اولا نحن كعسكر نفكر بواقعيه نبتعد عن مثاليه. نعم. اذا اردت ان اتكلم بالمثاليه اقول لك اسرائيل غدا سوف تكون مهزومه. الواقعيه تقول اولا ان اسرائيل بالترسانه الضخمه التي هي بحوزتها والتي طورتها عبر عقود والتي بنت استراتيجيتها وعقيدتها العسكريه على اساسها وهي من اربعه: الحرب الوقائيه، الحرب الاستباقيه، نقل المعركه الى ارض الخصم، والحروب الخاطفة. الشيء الوحيد تغير بشأن الحروب الخاطفة، كانت خمس ست أيام وتنهي حروبها، إنما الآن بعد أن تهدد وجودها وكسر أمنها و7 أكتوبر فعلا أحدثت فيها رعبا وهلعا وهددت فعلا أمنها ووجودها، هي الآن تريد أن تستعيد هذه العقيدة للسنوات القادمة وأبدلت عقيدتها بالحرب الخاطفة إلى الحرب مهما طال الزمن. إذن هذا من شق أول. الشق الثاني لأقول أنها
مستعدة وجاهزة لفتح كل الجبهات، رغم أنها غارقة في غزة وتخترق في الضفة، هي نراها كيف تضرب في سوريا وتضرب في العراق وتضرب في اليمن، والآن تصب كل حمامها على لبنان، يعني واقعيا هي جاهزة لكل الجبهات. والأكثر من ذلك أن الحشود الأمريكية الغربية الموجودة هنا هي أتت لحماية إسرائيل، والاستراتيجية الأمريكية الثابتة في الشرق الأوسط أمن إسرائيل ثابت غير متغير، تتغير كل العقائد، إنما هذه الثابتة الوحيدة التي كل الأمريكيين جمهوريين وديمقراطيين وتياراتها السياسية، تيار الواقعية وتيار اليسار وتيار دعم إسرائيل، كله متفق نحو دعم إسرائيل. طيب. فإذا هذا مرتكز قوة كبير. نعم. على سيد يعرب، كيف تريد؟ سيد يعرب، لا أضيع سؤالك. نعم، بالنسبة لرد حزب الله وتعاطيه مع الرد على القصف والإجرام الإسرائيلي بحق الأهل في جنوب لبنان، جاء ربما مغايرا للتوقعات اللبنانية، وأيضا التوقعات الإسرائيلية كانت توقعات تشير إلى رد قوي وكبير ومزلزل، لكنه جاء ضعيفا نوعا ما. برأيك هل إطلاق الصاروخ الباليستي اليوم باتجاه تل أبيب هو مقدمة لاستخدام أنواع جديدة وأقوى من الصواريخ التي في ترسانة الحزب؟ سوف ألج إلى هذا السؤال وذكرني به، لكن علي أن أكمل ما بدأته، هو في جواب على سؤال حضرتك عن الحرب البرية إذا قررتها إسرائيل. إسرائيل ليست بحاجة لتقوم بحرب برية، وقد أخذت درس منذ 2006 لأنها قد تكبدت تكاليف باهظة عندما نزلت على الأرض. الآن نحن في عصر العولمة يا سيدي الكريم، والتقدم التقني الهائل والاختراعات التكنولوجية نتج عنها ما يسمى بالحروب الحديثة، وأبرزها يعني حروب الجيل الخامس التي تقوم على الحروب السيبرانية والإلكترونية والاغتيالات وزرع الفوضى وإحداث الانقلابات إلى كثير من لأوجه للحروب الجيل الخامس. الآن إسرائيل طالما تحقق ما تريد عبر كل ذلك ومن الجو، هي ليست مضطرة الآن، هي يمكن أن تنزل بعد لاحقا على الأرض، إنما الآن هي تحقق ما تريد من أغراض، وشاهدنا كيف ماذا فعلت بتحطيم سلاح الإشارة عند حزب الله وسلاح الإشارة عصب الجيوش النظامية وغير النظامية، وحزب الله جيش غير نظامي طبعا. نعم. السيمتريك يعني. يعني أنا سيدي أعتذر منك لضيق الوقت، وبدي أشكر وجودك معنا الخبير في الأمن القومي ودراسات الحرب والاستراتيجية العميد الركن المتقاعد يعرب صخر، شكرا جزيلا لك.